مرحبا يا أيها الأصدقاء، معكم محمد سبلبل. هذا هو الجزء الثالث من إجابات عن الأسئلة. ما سبب النحافة الشديدة في أنحاء الأكتاف؟ ما هو علاجها؟ أشكرك جزيل الشكر، استفدنا كثيرا منك. سأرتجل. يمكن أن أفترض أنه يحصل هنا تعلق بالحياة نفسها، أي أنت تعجزين تماما عن تحمل الألم النفسي خاصة المرتبط بالعلاقة والجنس. احتمال كبير أن نزعة تقديس الحياة هذه جارية في السلالة. ربما أتت هذه النزعة من الأم إذ حصل عندها اكتئاب شديد إلى حد تمني الموت بسبب تلك التعلقات. إذا التشخيص صحيح اكتبي في سؤالك في هون كبير الفيديو تحته انه اذا صحيح او خاطئ. الحل دائما واحد، اكتساب نزعة الحفاظ على الحب في جميع المواقف وخلال الصلاة، الشعور بمعاني الصلاة. فاذا الحل واحد، اكتساب نزعة الحفاظ على الحب في جميع المواقف وخلال الصلاة، الشعور بمعاني الصلاة. شو هي معاني الصلاة؟ أنا ذكرتها بفيديو قصير شورت، لحاول حطه بالوصف إذا ما نسيت حط اللينك. لفك التعلقات، لتخفيف الألم النفسي وتطهير النفس، متوفر تطبيق تأمل لدي، يمكنكم اقتناؤه ولكنه ليس مجانيا. دغري بقول يعني مشان ما كيع العالم. بخصوص اكتساب نزعة الحفاظ على الحب، بخصوص اكتساب نزعة الحفاظ على الحب، معنى الحفاظ على الحب كتبت أمثلة قبل فترة على صفحة تشخيص الكارما في التليجرام وفي الفيسبوك، أشرح فيها من خلال أمثلة بالتفصيل معنى الحفاظ على الحب. ربما سأسجلها قريبا فيديو، كذلك شاهدي فيديوهاتي عن الصدق في قناتي. الآن توجد نقطة هامة لابد أن تترسخ فينا. تغيير الطبع مثل تغيير أي عملية، تغيير الطبع مثل أي عملية تعلم تتطلب الجهد المستمر والوقت. ليتوغل تغيير الطبع في الوعي الباطن لابد من الاستمرارية في العمل، لكن النتائج ستأتي حتما. أعطي مثلا، أنا كنت أعاني من تكبر شديد ترسخ فيها في عمر المراهقة. طبعا لا زال لدي تكبر لكنه تضاءل إلى حد كبير. جميعنا لدينا تكبر، يلي بيقول ما عندي تكبر بيكون عم بيكذب على حاله. منذ المراهقة كان لدي انحناء في الظهر، كان ظهري منحني. أصدقاء أهلي وأغلبهم من الأطباء يقولون أن السبب هو طولي، إذ كنت في عمر 16 سنة أبلغ من الطول 187 سنت، فكنت أطول بكثير من أترابي، لكن طولي لم يزد منذ ذلك الحين. لكن السبب، سبب الانحناء في الواقع لم يكن في طولي، فقد كنت أمارس جميع أنواع الرياضة منذ كان عمري 7 سنوات أو 8 سنين أو 6 سنين لا أذكر يعني بالضبط. السبب في الواقع نفسي وهو يعود لتكبري. بحني لظهري كنت من ناحية أهين ذاتي عن لا وعي، ومن ناحية أخرى هو كان دليلا لتقديسي للحياة والمستقبل المشرق. ما كان يثير في تكبرا هائلا. كما قلت، أنا أعمل على التخلص من التكبر منذ كان عمري 14 سنة أو قبل ذلك ربما. فإذا شفت فيديو تاني إنه منذ كان عمري 12 أو 13 سنة ما تقولوا إنه عم بيكذب سبلبل. عم بقول تقريبا يعني أنا ماني ذاكر، ممكن أقول ب 12 يمكن 13، فما حدا يحاول يلقطني على إنه فهمتوا علي يعني. فإذا لكن نتائج العمل على الذات، التخلص من التكبر، بدأت تظهر مؤخرا.
أي على مدى 27 سنة أو أكثر من 27 سنة كان تكبري يزداد ويخف دوريا. كنت أقوم بخطوتين للأمام وخطوة ونصف إلى الوراء، بثلاث خطوات للأمام وخطوتين ونصف للوراء. وطوال تلك الفترة كان ظهري منحنيا أغلب الأحيان ويصعب علي تجليسه. لكن أخيرا قبل فترة يبدو أن نزعة قبول الإرادة الإلهية بدأت تترسخ في وتضاءل تكبري في عمق نفسي. وأشدد على عمق نفسي، يعني أنا عم بشتغل على حالي من 27 سنة، ولكن في تعلق شديد من نواحي مختلفة مترسخ فيها يثير فيها التكبر، أو بالعكس التكبر يثير التعلقات، ما بهم. فكنت على مدى هيدي السنوات كلياتها أوقات يخف تعلقي وتكبري، أوقات يعود ليزداد. ولكن المنح العام كان إيجابي، كان المنح العام إيجابي. حتى من فترة يبدو أنه ترسخ فيها هذا أنه قبول الإرادة الإلهية في عمق نفسي، فتضاءل التكبر كثيرا فجأة بعد جهد جهيد. ولاحظت قبل أيام أن ظهري أصبح جالسا بالمقارنة بما كان عليه في السابق، أي إن تغير حالتي في العمق غير حالتي الفيزيولوجية. أي أخيرا قمت بعشرين خطوة للأمام بعد أن كنت على مدى أكثر من 27 سنة أقوم بخطوة خطوتين للأمام وأعود للوراء. لكن طبعا رغم تقدم 20 خطوة قد أعود للتدهور في موقف ما بسبب حدث ما بسبب نقطة ضعف لدي وأنا لا أدركها، يعني لا أدرك نقطة الضعف هذه مع أني أدركها يعني. فأعود 15 خطوات إلى الوراء، ثم أعود لأتقدم 30 خطوة إن سعيت للحفاظ على الحب في نفسي في ذلك الموقف الحدث الصادم يلي أحيأتي سيأتي، هو حتما سيأتي. إذن التحسن، التطور، النمو النفسي لا يجري بخط مستقيم وللأعلى دائما. فنحن لسنا روبوتات، أحيانا يزداد التعلق وأحيانا يخوف، أحيانا يزداد التكبر وأحيانا يخوف، أحيانا تزداد العدائية وأحيانا تخوف. المهم أن يكون المنح العام إيجابيا باستمرار ولو كان التحسن بطيئا جدا. السؤال الثاني، ما سبب التقلبات المزاجية قبل الدورة الشهرية للنساء؟ أعني تفيض مني المشاعر العالقة والتي فيها لم أسامح الموقف المهين والأشخاص الذين استفزوني. بارك الله فيك، إذا وجدت السؤال طويلا لا تجاوب عليه. أجيب بترجمة فيديوهان للازاريف، ترجمتهم لأنه أنا ما لح فسر أفضل من لازاريف، وبما أنه تفسير للازاريف موجود فسأعرضه. فإذن الفيديو الأول اللي ترجمته يقول لازاريف: ما هي الدورة الشهرية؟ هي تدمير للحياة، أي موت للطفل المحتمل. ماذا يمكن أن يكون أكثر فظاعة من هلاك الناس؟ الدورة الشهرية هي مرور المرأة بعملية الموت، هي تدمير للعالم لديها، يمكن لتصورها، هي انهيار للمستقبل، انهيار للجسد لأنها تفقد الدم. الدورة الشهرية هي تدمير للنفس أيضا على شكل تدمير للشبق ولرغبة استمرار الحياة. يعني وقت ينزف الدم تهان شهوة المرأة ورغباتها إلى آخره وتعلقاتها. من خلال آلية الدورة الشهرية يحصل قطع مستمر للمرأة عن التعلقات،
من خلال آلية الدورة الشهرية يحصل قطع مستمر للمرأة عن التعلقات. إن كانت المرأة غيورة حسودة أو متكبرة، تكون الدورة الشهرية صعبة وأليمة جدا، لأن هذه المرأة تكون عاجزة عن الفقدان والخسارة، عن تقبل على الأرجح الفقدان والخسارة. فعند الفقدان والخسارة تثور فيها العدائية، وهذه العدائية تدمرها فيظهر الألم. كلما كانت المرأة أقرب إلى الحب والإيمان، كلما مرت الدورة الشهرية بسهولة أكبر وأصبحت بالنسبة لها دواء وليس سما. لذا يحل هنا كل شيء بسهولة. الفيديو الثاني: على المرأة أن تنجب طفلا. هذا قانون نفي النفي. على الطفل أن يتابع جوهر جسم الأم، ومع ذلك عليه أن يتميز عنها. أعيد: على الطفل أن يتابع جوهر جسم الأم، ومع ذلك عليه أن يتميز عنها. يعني الطفل من ناحية عم ياخد جينات أمه، وعم ياخد جزء من، إذا قلنا، الكارما تبعيتها، كارمتها، وجزء من طاقتها، ولكن من ناحية تانية عليه أن يتميز عنها، لأن إذا ما تميز عنها بيصير بيلتصق فيها، بيصير مثلها تماما، فلن يحصل التطور. التطور هو نفي النفي. يعني من ناحية التطور بياخد جزء مما سبقه، ومن ناحية أخرى ينفي جزءا مما سبقه. وقت بيجي شيء مثلا بينفي تماما ما سبقه، يحصل انحطاط، انهيار. وكذلك إذا التصق، أو إذا اقتنى صفات ما سبقه 100%، كمان ما لح يحصل تطور. ما بعرف إذا شرحت منيح، أنا شرحي الشفوي منو منيح، بعرف لازم أكتب. فإذا إلا أن التميز عن الآخر، إلا أن التميز عن الآخر هو تدمير وانهيار. ولكي ينجو الطفل هنا يجب أن يحصل انفجار من شعور الحب لدى الأم. لذا تختبر المرأة قبل الإخصاب وخلال الحمل إهانة كبيرة للجسد، الروح والنفس. وتتنهان المرأة أو الشخص عموما يخوف تعلقه في حال حافظ على الحب خلال الإهانة. فلكي تكسب الأم طفلها نزعة الحفاظ على الحب، يجب أن تجتاز الاختبارات على مستوى الجسد، النفس والروح، تجتازها من خلال حفاظها على الحب لحظة إهانة الجسد، النفس والروح. حينها تكتسب هي نزعة الحفاظ على الحب، وتنقل هذه النزعة لطفلها. بدكم تتصوروا العملية كيف عم تصير، بدكم تحسوا فيها. ما بينفع إنه بس تسمعوها، يعني لأن هيدي عمليات داخلية. لفهم العمليات النفسية الداخلية يجب مراقبة الذات في الداخل. الجسد بالروسية تيلا بتنكتب، الروح دوخ، النفس دوشا. لذلك أعيد لمن يترجمون خطأ مصطلحات التي يستعملها لازاريف: لا تترجموا رجاء النفس روح. وقت بيكتب دوشا يعني روح، هو لا يستحمل
نادرا ما يستعمل كلمة روح، يستعملها فقط في التعداد مثل هون الجسد الروح والنفس، ويستعملها في تشخيص الكارما واحد كلمة روح. وكذلك لا يستعمل كلمة إله، يستعمل كلمة الله، ولا يستعمل كلمة رب، لأن رب الروسي غاسبود غاسبود. فإذا وبقدر ما تكون الأم مستعدة أو المرأة مستعدة لقبول ذلك، بقدر ما يكون الطفل سليما، يعني بقدر ما تكون مستعدة لقبول الإهانات. اليوم كون البشرية تغوص عميقا في تقديس أسس الحياة، تزداد على المرأة صعوبة أو يزداد على المرأة صعوبة قبول هذا التطهير. في أيامنا المرأة ما بتتقبل ملاحظة، يعني بعرف هالشي حتى من أقاربي. أنا ما عندي ديسكريميناسيون، ما عندي تمييز ضد النساء، بالعكس أنا كل أصدقائي من النساء فأغلبيتهم يعني ما في، بس ما. فإذن تزداد على المرأة صعوبة قبول هذا التطهير. الدورة الشهرية الأليمة هي تدمير للحياة، هي تدمير لاستمرار الحياة. في السابق كانت المرأة المتناغمة تصلي عند شعورها بالألم، أما غير المتناغمة فتعاني بكل بساطة. أما الآن فتتناول المرأة الحبوب، المرأة الحبوب، بالتالي إمكانيتها في تطهير أولادها من خلال الألم، من خلال قبول التدمير تتضاءل. هي تتناول مسكن الألم، فيولد الطفل ضعيف القابلية للحياة. هذه هي الآلية. هلأ أنا بدي أعلق، أنا أضيف طبعا الأغلبية ستستاء، أغلبية من سمع هذا الفيديو ستستاء، نساء وبتتخلق كما يقال باللبنانية بتتخلق، إنه شو يعني ما لازم اتناول المسكنات، شو هالهراء. كما يقول لازاريف يجب أن نكون ديالكتيكيين، هو يتحدث عن الآلية، يتحدث عن الآلية. الآلية موجودة، القانون موجود، أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا. البعض قد يعجبهم وجود الجاذبية القوية على الأرض لأن ذلك يقيد حركتهم، عفوا، البعض قد لا يعجبهم وجود الجاذبية القوية على الأرض لأن ذلك يقيد حركتهم. آخرون قد لا يعجبهم أن الزمان في كوننا يتحرك في اتجاه واحد، فلو كان يتحرك في اتجاهين لتمكننا من التنقل في الزمان. لكن هذه القوانين موجودة ولها غاية ودور أساسي في تطورنا. هذا أولا. ثانيا، لا أحد يجبرك على الالتزام بما يقول لازاريف. ثالثا، يقول لازاريف أن علينا أن نكون ديالكتيكيين دائما ونتبع شعورنا، إحساسنا. لذا في حال حصول ألم أو إصابة بمرض، فأفضل طريقة هي تناول الأدوية والمسكنات وفي نفس الوقت العمل على الذات، وهو نفسه قالها في أحد الفيديوهات. فما تاخذوا كلامه بشكل صارم، ونحن منا يعني منه رجل دين هو يحرم أو يحلل، وإلكم بدكم تتناسبوا مع، فهمتوا علي يعني. فهو عم يوصف، عجبنا عجبنا، ما عجبنا ما عجبنا، ما حدا حاطط الفرد بإيدنا عم، فهمتوا علي، ما عم بيحط، ما حدا حاطط الفرد براسنا قصدي. فإذا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. قبل ما هذا، متوفرة كتب سيرجي لازاريف بترجمة لدى دار اقرأني، رقم الدار في الوصف، وأذكركم بأني أقدم استشارات خاصة، رقمي في الوصف. انضموا كذلك إلى قناة لازاريف تشخيص الكارما في اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي هذا، كل شيء بالوصف.
وداعا وإلى اللقاء.